السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن فطر جديد بيسبب مرض التسمم في الموالح. يعتبر الفطر ده خطير جدا، خاصة في مزارع الموالح المطعومة على أصول اللارينج. فطر تسمم الموالح يعتبر من الفطريات المنتشرة جدا وبصفة خاصة في محافظات الوجه البحري والفيوم. فطر تسمم الموالح بيسمى فيتوفسرا ستروفسرا. الفطر دوت بيتميز الميسيليم بيكون غير مقسم، الميسيليم بيبقى موجود في هيفات، الهيفات في نهاية هذه الهيفات بيكون موجود أكياس جرثومية. الأكياس الجرثومية بيكون شكلها بيضاوي أو ليموني الشكل وقريبة في الشبه جدا للليمون الأضاليا. بيبقى موجود في قمة الأكياس الجرثومية حلمة، علشان كده بنقول هي شبه الليمون الأضاليا. لما الأكياس الجرثومية بتنبت بيخرج منها جراثيم هضبية. الأخداب بتاعت الجراثيم ديت بعد فترة من خروجها بتختفي من على الجرثومة. بعد كده الجرثومة بتتصلب وبتبدأ إن هي بتنبت وبتصيب العائل النباتي الموجود في البيئة المنتشر فيها جراثيم الفطر، فطر التسمم. فطر فيتوفسرا بيحصل تكاثر لا جنسي في التربة. الأعراض اللي من خلالها بعرف إن الفطر المسبب لمرض التسمم هو فيتوفسرا ستروفسرا. الفطر ده بيصيب الجذور وجذوع الأشجار وبيصيب الثمار وبيصيب كمان الأفرع الرئيسية. المظهر المميز لمرض التسمم إن الإصابة غالبا الإصابة بتحصل في منطقة التاج أو في المنطقة اللي بتبقى قريبة من سطح التربة عند قاعدة جذر الشجرة. يعني الإصابة بتبدأ من تحت لفوق، بتمتد من جذع الشجرة وتطلع الإصابة لفوق لأعلى الأفرع الرئيسية وبتصل للثمار لو الإصابة كانت شديدة. بيحصل إن الفطر ده بيسبب تعفن لكلف الشجرة اللي بيبقى موجود قريب من سطح التربة، ونتيجة للتعفن العرض التاني اللي أنا بميزه ان الفطر دوت ان الفطر المسبب لمرض التسمم هو فطر فيتوفسرا، انه بيحصل تعفن في القلف الشجرة اللي بيبقى موجود قريب من سطح التربة. بيكون في نفس الوقت بيوجد افرازات صمغية في نفس منطقة الإصابة تحت القلف المصاب مباشرة. الإفرازات الصمغية بنشوفها من خلال الشقوق اللي بتبقى موجودة على القلف بتاع الأشجار. الإفرازات الصمغية ديت بتتجمد وبيحصل جفاف للقلف المصاب لأنه تعرض للظروف الخارجية فبيسبب جفافه. ده بالنسبة للقلف المصاب فوق سطح التربة. القلف المصاب تحت سطح التربة بيحصل له تعفن علشان التربة غالبا بتكون رطبة فبتساعد على تعفنه. طيب الفطر دوت لو صاب الثمار، الثمرة بتبقى طرية وبيبقى ليها ريحة كريهة وبتبقى ليها ريحة مميزة للفطر. في بعض الأحيان فطر فيتوفسرا بيصيب الجذور بتاعة الشجرة تحت سطح التربة، بيسبب اصفرار في الأوراق وخصوصا في العرق الوسطي للأوراق، وبعد كده الورقة كلها بتصفر وبتقع وبتموت وتجف. وكمان الفروع الطرفية الصغيرة بيحصل لها جفاف وبتموت. الثمار المصابة بيكون لونها بني وبتبقى طرية. ازاي اقدر اكافح فطر فيتوفسرا ستروفسرا؟ اول حاجة ان انا بستخدم اصول بتكون مقاومة للاصابة زي اصول اللارينج. براعي ان تكون منطقة الطعم بتبقى مرتفعة عن سطح التربة اقل مسافة 30 سنتيمتر عشان تكون بعيدة عن سطح التربة وبعيدة عن الفطر الموجود وجراثيم الفطر الموجودة أسفل سطح التربة. بهتم بعملية الصرف وما بزرعش الموالح في أراضي طينية ثقيلة. براعي أن أنا بسيب مسافات كافية بين النباتات علشان ما يحصلش تزاحم وزيادة في نسبة الرطوبة اللي بتساعد في نمو الجراثيم الفطر. براعي أن أنا ما بعملش جروح سواء للأفرع أو للثمار أو للشجرة لما باجي أعمل العمليات الزراعية، علشان الجروح بتكون عبارة عن البوابة اللي بيدخل من خلالها الفطر لداخل الشجر وبالتالي سبب لي الإصابة. براعي ان المية اللي بروي بيها ما تكونش ملامسة جذر الشجرة بصورة مباشرة، فبروي بصورة حلقات او بصورة مساطر. طب لو حصل إصابة للشجرة بضطر ان انا ازيل الجزء المصاب وجزء كمان من القلف السليم على بعد 5 سنتي بسكينة بتكون حادة، وبعد كده بدهن الجرح مطهر او بدهنها بعجينة بوردو.